اليوم عقدت جلسة لمكتب مجلس نواب الشعب، والذي بدوره قرر عقد جلستين عامتين، جلسة عامة أولى يوم 3 مارس، يعني اليوم 28 بعد يومين، لإلغاء الإجراءات الاستثنائية، وجلسة عامة يوم 2 أبريل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية. إذا سي سليم، هذان القرارين هل تعتقد هي أوامر الخارج، ضغوطات الداخل الاقتصادية، أم عودة الرشد وقناعة بنهاية مسار 25 جويلية؟ تحية للسادة المشاهدين، تحية لقناتكم الموقرة، شكرا على جهدكم. أهلا وسهلا. على كل حال، نحن منذ سنة 1956 فشلنا في التحول إلى دولة حقيقية تؤمن طبقتها السياسية بضرورة الالتزام الفعلي بالدستور والقانون كقواعد عامة تنظم العمل في الدولة، سلطات في الدولة. وهذا هو الذي وقع في تونس، يعني هذا الفشل الذي وقعت فيه النخبة، يعني بدأ تحسينه وقع في الثورة، يعني في الثورة، عندما وقعت الثورة بدأت مراجعة هذا الفشل الذي وقعت فيه النخبة. ولكن الآن عندما جاءت الثورة وقع الآن انقلاب عليها في الدستور 25 جويلية ومقابل تواطؤ جماعي. هنالك الحقيقة تواطؤ جماعي يوم 25 جويلية، ليس فقط من الطبقة السياسية ولكن من كثيرين. المدرسة التونسية تقريبا الديمقراطية، بلدان انتقلت إلى انتقال الديمقراطي، ولكن نحن ما زال انتقلت إلى الانتقال الإيكولوجي، ولكن نحن ما زلنا في مرحلة الانتقال الديمقراطي. نعم. قبل أن يصلب عود الديمقراطية وقبل أن يشتد عودها، وقع الانقلاب بحجة تجاوز فوضى الديمقراطية، على أساس أن هنالك فوضى في الديمقراطية، ويأتي انقلاب قيس سعيد لينظم هذه الفوضى ويعود بلاد إلى النظام والترتيب، ولكن هي الفوضى على الديمقراطية وعلى ما اشترحته الديمقراطية من مؤسسات عبر تاريخها. يعني الفلسفة العامة للديمقراطية هي فلسفة حكم، فلسفة دولة، هنالك دولة، هنالك رئيس، هنالك حكومة، وهنالك برلمان. هذه هي المؤسسات العادية، وهذا هو المنطق العادي للديمقراطيات. نحن لسنا بدعا، ولكن الذي وقع أنه وقع التحول، وصارت البلاد كلها تدار بالمراسيم وكأنها إرادات رسولية بلغة البابا وأوامر، وصارت المراسيم أعلى من الدستور، وتنكر الناس لثقافتهم الدستورية وثقافتهم كل ما تربوا عليه. اليوم بعد 8 أشهر، بحسب رأيكم ما هو الدافع الرئيسي لوصول هذه المرحلة؟ بعد 8 أشهر، يعني الانقلاب عندما جاء يبشر بأنه سينتقل إلى دولة القانون، يعني سينتقل إلى دولة القانون مقابل هذا الجور، وسينتقل إلى تنظيم مقابل الفوضى، وسينتقل إلى تنمية مقابل التخلف، وسينتقل إلى الحق مقابل الباطل، وسينطلق إلى احترام مؤسسات الدولة مقابل انتهاكها. كل هذه الثنائيات التي عرضت تبين زيفها، والشعبوية الذي تعرضه على الناس هو الآن أقل بكثير مما توقعه التونسيون من هذا الانقلاب. نعم. يعني عشنا في البداية الطفح الأول، طفح في الوعي الأول عندما وقع انتخاب قيس سعيد، ثم الآن هذا الطفح، ثم رسل، يعني الآن ما الذي يقع في أنماط الحكم؟ أنماط الحكم ليست هو الحاكم الذي يصل إلى السلطة وينتظره الناس مجرد 20 أو 30 عام، يعني على كيفه حتى يقرر هو أنه يغير أو ما يغيرش السياسة متاعه. ولكن الآن تغيرت أنماط السلطة، والحاكم تقريبا بعد سنة أو سنة ونص عليه أن يكون مطالبا بالإنجاز. نعم. ماكرون وقع انتخابه، ولكن بعد سنة 7 أشهر 8 أشهر فقط انطلقت السترات الصفراء، وبدأ ماكرون الذي وقع انتخابه ينادى بالبيتي بوجاديست، يعني نحن نقول بالدرجة بوجادي، يعني حديث العهد بشيء لا يتقنه، وانطلقت هذه السترات الصفراء، هذه الحقيقة السوسيولوجية الجديدة الذي صدم بها الحكم. في القديم كان الرئيس عندما يقع انتخابه يمكن أن يصرف، عنده خزنة يجبد منها أنه يكون مشارك في نضال، أنه يكون غازي، أنه يكون مشارك في نضال، ولكن ينجم يغلط بها الناس 20-30 سنة، ستوري تيلينج متاعه هذه السردية. نعم. ولكن عندما تأتي وأنت لا تملك سردية من الماضي، سرديتك لابد أن تستمدها من الحاضر، والحاضر هو أن تستعد
تقع يكون متساوقا مع مفهوم السياسة الحقيقية وليس مفهوم السياسة بمفهومك أنت. طيب.